7 كمان بتحكي عن المحبة وبتقول مثل ما بيعلمنا الكتاب المقدس بيوحنا الأولى 4:16 إنه اللي بيثبت بالمحبة بيثبت بالله والله فيه. كرمال هيك رح نعمل مثل هيدي الكلاود وننزل منها لوب هارتس نكتب عليهم أسامي أشخاص نحنا منحبهم ونشكر الله عليهم. نتذكر إنه هودي أشخاص غاليين كتير على قلبنا. فينا نعلق هيدي بغرفتنا أو بأي مكان نحنا منقعد فيه وقت طويل. خلينا نروح سوا لنعمل هالأكتيفيتي. نتذكر دايما هالآية الحلوة من الكتاب المقدس. نشاط رقم 7 على هيدي الكرتونة رح ارسم غيمة. بعدين من بعد ما ارسم هيدي الغيمة رح قصها. هلا من بعد ما قصيتها حطها على جنب. رح جيب هيدي الورقة الحمراء رح اطويها 4 مرات هيك. رح ارسم قلب ورح قص هيدا القلب على 4 layers. وبقص مثله 15 قلب. وهلا صار عندي 15 أو أكثر قلوب بدي اكتب عليهم أسامي ناس أنا بحبهم بهودي الشرايط اللي هن موجودين عنا. حطهم على قفل الغيمة من ورا وبلزقهم كل وحدة بالتلزيق. وهلأ من بعد ما لزقت الخمسة بصير عنا لونهم بهذا الشكل. بدي أجيب القلوب اللي أنا كتبت عليهم الأسامي لزق على كل وحدة 3 قلوب. كمان بقدر استعمل نفس التلزيق بس هالمرة لما قصها بطويها بهذه الطريقة وبحطها على القلب وبلزقها على القلب. وكمان مرة بقصها مش كتير كبيرة بطويها وبلزقها على بعضها وبحطها على القلب وبلزقها على الحبلة. اوكي منكمل الباقيين. وهلا من بعد ما لزقت القلوب لحتى اتذكر انه هودي الاشخاص بحبهم رح اكتب الآية من الكتاب المقدس من رسالة يوحنا الأولى 4:16 بتقول من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. واحد يوحنا 4:16. وهيك بعلقها عندي بالأوضة. بتذكر كل أسامي الناس اللي بحبهم فيهم يكونوا من عائلتي أو فيهم يكونوا من أصحابي أو حتى جيراني. بتذكر دايما انه انا اشكر الله عليهم.